السلام عليكم مشاهدات ومشاهدي القناة الثانية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. نقاشنا فيها اليوم بشكل كبير حول استمرار أزمة قطاع التعليم بمناسبة إضرابات واحتجاجات فئات عريضة من القطاع للأسبوع الخامس على التوالي. كيف تدبر الحكومة هذا الملف؟ ما هي الاقتراحات والحلول لتجاوز الأزمة وتفادي سنة بيضاء بالنسبة لملايين التلميذات والتلاميذ؟ نعرج كذلك على حضور الأبعاد الاجتماعية في مشروع قانون المالي لسنة 2024 والتواصل الحكومي. كل ذلك سنتعرف عليه ونناقشه بعد لحظات مع أربعة ضيوف من الأغلبية والمعارضة. شكرا لك سي عبد الرحيم الشهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مرحبا بك. شكرا سي جماعة على الاستضافة. شكرا على قبول الدعوة. سي عبد العلي باروكي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب كذلك، مرحبا بك. شكرا جزيلا سي جماعة. شكرا لك. سي عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مرحبا بك. مرحبا بنا، لأن كتعيطونا من نوفمبر لنوفمبر، حنا كلنا بحال الحول كتزكيو بينا. لا 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 لا، مرحبا بك. بلاصتكم محفوظة دائما كلكم. الله يحفظك. شكرا لكم جميعا على حضور هذا النقاش. نقاشنا اليوم يعني كيتم الاسبوع الخامس على التوالي رجال ونساء التعليم يعني في اضرابات واحتجاجات لعدد كبير من المؤسسات يعني مشلوله، ملايين التلاميذ والتلميذات يعني خارج صور الدراسه، العطله الجايه سنه تقريبا تريمستر فيه مشاكل. كاين انطباع عن جزء من الراي العام بانه بحال ماشي شي حاجه كبيره، ماشي شي حاجه خطيره تقع في البلاد، وبانه يتم التعامل بواحد النوع ديال ماشي نقولش الاستخفاف ولكن ماشي بالصرامه والجديه المطلوبه مع هذا الموضوع. هذا سي احمد. شكرا سي جمال. في الواقع هذا الموضوع ديال الاضراب هو امر واقع، في الواقع هذا امر واقع كنشوفوه الان. هذه الاسبوع الخامس تقريبا وجا هذا الاضراب انطلاقا من النظام الاساسي ديال رجال ونساء التعليم اللي جابته هذه الحكومه في اطار مشروع كبير، ماشي غير هذا، جاب في اطار المشروع الكبير ديال اللي حطته اللي هو إصلاح المنظومة، هذا هو الموضوع. إذن كان هنا إما واحد الشريحة كبيرة جدا من النساء ورجال التعليم ما لقاوش رأسهم في هذاك النظام، لأن من 2003 الآن 20 سنة هذه ما عمرو تغير هذا النظام. ملي بغيت تغير النظام الأساسي إذن كاين هناك طبوع عند واحد الشريحة كبيرة عارضة من السيدات والسادة رجال ونساء التعليم، باش يمكن يكون يجيب لهم بعض المعطيات التي تحسن، أولا تحسن من امكانيات الماديه المرهونه تحت اشراطهم، وكذلك تحسن لهم الوضعيه الاعتباريه اللي خصها تعطى لرجل التعليم. اذا واحد العدد الناس شافوا انه لم يستجيب الى كل هذه التطلعات، ولكن الموضوع هو انه لم يستجيب. كان الاضراب، الاضراب شنو هو الدور ديالو؟ الاضراب ديالو في العالم كامل الاضراب هو باش يمكن توصل ميساج، توصل اشاره للحكومه على انك ما رضيش على واحد العدد المسائل او لم تتفق شيء على واحد العدد المقتضيات اللي كاينين داخل هذا النظام. الرسالة وصلت، علاش؟ الحكومة وصلت وتجاوبت الحكومة بسرعة مع هذه الرسالة، حيث أن رئيس الحكومة الأسبوع اللي فات إذن قال على أنه مستعد للنقاش، كل لجنة في هذه الوزارة ومستعد للنقاش. غادي نفصلوا في هذا الأمر هذا وهذا الحوار. نسول السي عبد الرحيم الشهيد، واش كتلمس أنت هذه السرعة وهذه الفعالية اللي كيتكلم بها السي أحمد التويزي في تعامل الحكومة مع هذا الملف هذا؟ أو لا كما يقول البعض بأنه واحد النوع ديال ما نقولوش الاستخفاف، ولكن ربما لعبوا الوقت، يعني ربما مع الوقت غادي يفوت ويرجعوا الناس يقراوا. السي جماعة، أنا كنظن بأن في الموضوع ديال التعليم كاين الاستخفاف وكاين الاستسهال وكاين الارتباك في الاداء الحكومي في التعامل مع هذا الملف. الاستخفاف لان ما تعطاش الملف ككل، التعليم ككل بالمنظومه، وحنا داخلين على موجه الاصلاح بعد ما المصادقه على قانون الاطار، كل هذا الشيء ما تعطاش له القيمه الحقيقيه ديالو، وهذا بان لنا حنا منذ انطلاق الحكومه في الهيكله الحكوميه. ملي كانت الهيكله الحكوميه وتلحقات التسميه ديال الوزاره، وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، بمعنى ما عطيناش القيمة التربية الوطنية حقا، نزلنا لها قطاع آخر هي ما قدرتش تحمل. الاستخفاف هو أن كاين نقاش مع على 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 النظام الأساسي مع النقابات، ومن بعد واحد الاتفاقات أولية، بدل من أن الشركاء من عندنا هما اللي غادي يكونوا كيمشيو عند الشغيلة ديالهم وتيناقشوا معها وتيتكلموا معها وتيديروا معها وباش يعطوها واحد العرض لاحقا، كتولي كتكلف الوزاره الموظفين ديالها هما اللي تيقوموا بهذه العمليه، وبالتالي انت ما كتعرفش القطاع مزيان وما كتعرفش اشنو اللي مشحون به.
هذا إلى دفنا له الارتباك، الارتباك كنعتقد بأن الصورة الكبيرة دياله هو يوم الخروج ديال الحكومة بالأغلبية باب ثلاثة ديالها باش يلحقوا الأمر، يعني باش نديروا نفس سياسي. كاين اللي غايقول لك لا راه خرجوا كلهم الحكومة، خرجوا كلهم ولكن خرجوا الوزراء وهذا. ما أنا متفق معك، خرجوا مزيان ولكن راه خرجوا في وقت متأخر، هذا أولا. وكانت عندهم رسالة واحدة هي اللي مركزية، هو نقولوا للسيد الوزير بأننا معك ولكن راه تركتموه وحيدا لمدة طويلة يدبر الملف وبطريقته. ثم الخرجات كانت متناقضة بشكل كبير اللي جعلت بأن الشغيلة التعليمية أنها تشوف بأن ماشي أن ما حصل ماشي أخطأ، بأن راه رغبة فيه. ثم الصياغ اللي توضعت علاش ما كاينش العملية؟ لأن رئيس الحكومة قال بغينا نديروا الحوار، ولكن كان خاص واحد القرار قوي نقولوا غنجمدوا النظام الأساسي اللي تار هاد الزبعة كلها ونوضعوا أفق ديال شهر أو شهرين ديال الحوار، وأنا إذن نقدر نقول الشغيلة سيروا تشتغلوا أعطونا شهرين حنا نشتغلوا فيها. ولكن أنا ما أعطيت والو، قلت للناس جزء، قال الناس سيروا تخدموا بعد عاد نجلسوا معكم. ثم غنفصلوا في هذا الحوار هذا كيفاش كيتم. غادي نسمع السي باروكو جات نظره في هذا ما قال السي عبد الرحيم الشهيد، ديال انه كاين واحد النوع ديال الارتباك في معالجه هذا الملف. اولا شكر للقناه الثانيه في تعاطي مع هذا الملف الحارق، لان باش تعكس هذا النوع ديال الملفات يتم طرحه في قناه في الاعلام العمومي، وهذا شيء يسجل لقناة الثانية. يجب أن نتفق على أن إصلاح التعليم في الحقيقة يجر وراءه مجموعة من الإصلاحات، 16 إصلاح سابق، ولم يتم الحسم مع هذا الإصلاح بشكل جذري، وبالتالي هنا نتمين صدور القانون الإطار الذي يقطع مع رغبات الأحزاب إلى حد ما، يعني لم يعد يدع هامشا للأحزاب وللحكومات التي قد تتغير، فهو قانون إطار استراتيجي محدد لمنظومة التعليم. في الحقيقة الشغيلة التعليمية، نساء ورجال التعليم، يستحقون أن تعطى لهم الإمكانات والأهمية التي يستحقونها ليعملوا في ظروف جيدة. وكما قال صاحب الجلالة، فالمغرب لا يتوفر على ثروات طبيعية كبيرة، وإنما يراهن على الإنسان، والإنسان في هذا السياق لا يمكن أن يكون إلا نتاجا للتعليم والتعليم فقط. وفي هذا السياق هذا خلينا نقول بأننا كنا مقلقين، وتا احنا ما عجبناش الحال، جميعا ما عجبناش الحال الوضع الحالي، ولكن الحكومة، رئيس الحكومة دعا لواحد، دعا لخلق لجنة للنقاش، لجنة لحد الساعة مازال ما كاينش هذيك اللجنة، دعا لها في الاجتماع السابق لخلق لجنة مختلطة لمناقشة هذا الموضوع ومحاولة إيجاد حلول لهذا المشكل. خلينا نشوف السي عبد الله بوانو إجمالا كيفاش كيشوف قبل ما نوصلوا في هذا الشيء هذا تعامل الحكومة مع هذا الملف. اولا شكرا على الاستضافه. مرحبا. اسمح لي في البدايه ان اترحم على شهداء التلاميذ واساتذه ورجال ونساء التعليم ديال زلزال الحوز، وهي مناسبه لاترحم كذلك على شهداء غزه من الاطفال والتلاميذ واساتذه، وهي مناسبه لاترحم على شي وحده اللي توفات البارحه اللي هي رحمه مختوم مديره وكانت معتصمه. احنا بدينا كنشوف بعض الاثار السلبيه. انا في نظري البعض اتقاسم مع بعض الاخوان اللي يتكلموا، اولا هذا الشيء اللي وقع هو نتيجه واحد نوع من الارتباك. هذا الارتباك خلينا نقول البعض كيسميه منهجيه، هو ماشي منهجيه لان ارتباك، لانه حين يتكرر كان هذا الشيء عندنا مع المحامون. دارت مباراه، بانوا النتائج، احتجوا عليها الناس، ما عجبتوش، فعاود لي لغيو هذه كون نديروا مباراه، ولينا كنديروا مباراه ثانيه لكي ما عرفتش باش ندخلوا فيها عاوتاني داكشي اللي بغينا وندخلوا حاجه اخرى. نفس الامر الان كيوقع مع 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 التربيه ومع التعليم، مع التربيه الوطنيه والتعليم بصفه عامه. هذا الارتباك فين بان؟ اولا خلينا الوزير كيتحاور بوحده مع النقابات، اربعه المركزيات النقابيه، وبالمناسبه هناك اقصاء ديال احدى النقابات، الاتحاد الوطني الشغل اللي عنده نسبه كبيره وما كيتحاوروش معاه. نفس النسبه عنده في الصحه كيتحاوروا معاه، عنده في الداخليه كيتحاوروا معاه، انا ما بغيتش يتحاوروا معاه باش تعرف بان كاين مشكل ديال الاقصاء. فخليناه بوحده، منين خليناه بوحده ظنا منا بانه هو كما يشاع بانه راه مخرج راسه.
شنو اللي وقع من بعد ما 5 اكتوبر جاء المرصوف، 9 اكتوبر داز في المجلس الحكومي كنشوفوه. حنا تفاجئنا، حنا منين قريناه تفاجئنا بهذاك المرسوم اللي غنرجعوا له التفاصيل ديالو. فهضر تيباك فين بان وان شحال هذه كانوا كيدير هذه اللجنه الثلاثيه اللي كتكلم عليها كانت كدير شحال هذه. ثم هذا القانون الاطار كيتحدث على واحد اللجنه وزاريه كيراسها رئيس الحكومه اللي كتنزل هاد الجوانب ما في هاد المراسيم من هاد النوع. ثم لماذا لم يعرض على المجلس الاعلى للتربيه والتكوين؟ من الناحيه المنهجيه كاين خطا فادح. ثم ثانيا اسمح لي نقول لك السي جماعه، هو انه كاين سوء تقدير ديال الاولويه. كان تكلموا بعد الصحراء المغربيه كاينه، بعد الوحده الترابيه كاين التعليم، لكن حنا كنشوفوا الازمه دابا خمسه الاسابيع شنو باغيين موراها؟ شنو علاش لماذا لا نتدخل؟ اعطينا كثره الوعود في الانتخابات 2500 درهم 7500 درهم الى غير ذلك وجيشنا الناس، واليوم احنا امام هذه المعضلات. ثم فهاد سوء التقدير كاينه فقدان الثقه، لان ملي ما كتحققش الوعود وكتجيب نظام اساسي ما كيستجبش على الوضعيه الاقتصاديه الان، تضخم كبير. اي واحد هاد رجال التعليم اللي اليوم كنتكلموا عليهم، هاد التضخم هما الاولى كطبقه متوسطه سيمسهم لم يستجب لهم، فلذلك كاينه فقدان الثقه. وهذا اللي عبر عليه يعني المندوبيه الساميه تكلمت على فقدان الثقه في المؤسسات وفي الحكومه اساسا. اذا سمحت السي بونو خلينا هذه النقطه نبداو بها ديال التدبير ديال هذا الملف. وجهه نظرك السي تويزي في قضيه انه واحد الوقيته بان بان بحال هذا الموضوع كله الكبير ديال شاكيب بن موسى فقط وبعض الاطر ديالو، بل في بعض الاحيان كنسمعهم هنا وهناك من يحاول ان يحمله المسؤوليه ديال هذا الفشل. تاج ذاك الاجتماع ديال نهار 2/13 وهذا ما عرفناش الظروف ديالو شنو وقع. ابدا، اولا هذا المرسوم، هذا المرسوم ديال النظام الاساسي، هذا مرسوم حكومي ديال الحكومه، داز في مجلس حكومي، بالتالي فالحكومه كلها تتحمل المسؤوليه فيما يخص اصدار هذا المرسوم. وعلى راسها رئيس الحكومه. الذي قلت في البدايه على انه عندما شاف على انه كاين اضرابات ضروره على انه كاين مشكل فيما يخص الناس، فيما يخص التعامل مع الشغيله التي نكن لها كل الاحترام. وكلنا كنعرفوا لا معارضة ولا أغلبية المغاربة كلهم كيعرفوا على أن ما يمكنش تكون شي تنمية في بلادنا ولا شي دولة صاعدة ولا شي تكون أطور في بلادنا إلا ما تهليناش في هاد الأطور ديال التعليم مع المعلم الأستاذ إلى آخره. هادو ما كيبنيو الأطور اللي غتسير بلادنا المستقبل. هنا بعض الناس هادو لا أحد يجادل في أنه لا بد تعطيهم هاد القيمة ونردوا لهم، خصنا نردوا للتعليم داك الشيء اللي كان عندهم اللي كنا حنا كنقريو واللي كنا كنقراو، ان الاستاذ والمعلم كان المثال الاعلى اللي كنشوفوه حنا فيما يخص تكلمته في المجتمع. ولكن الان ملي رئيس الحكومه كيجي كيجتمع بالنقابات القطاعيه، الحكومه واعيه بهذا الموضوع، يعني عمليا بحال قال الملف لا واعيه بهذا الموضوع، واعيه بالموضوع ديال اصلاح المنظومه اللي كما قال الاخ 16 محاولات الاصلاح. كانت الحكومه تزكا كاع ما تخليها باش ما تصدع كاع راسها تقول هذا المرسوم كاع حنا ما خصنا كاع حتى تجي تروح لشي حكومه اخرى، ولكن هذه الحكومه تحملت المسؤوليه بكل شجاعه باش يمكن في اطار المشروع في اطار القانون الاطار ان خصها تنزلوا انجابت هذا فيه. انا متفق معكم ان فيه واحد العدد ديال الاختلافات اللي غنجيو لهم بعد فيما يخص هذا المرسوم، كان نظرت ليه التقييم ديالي، ولكن نقول ان الحكومه لم تتفاعل او ان هناك ما كاين لا ارتباك ولكن لا استخفاف. شنو الاستخفاف؟ ملي كان الاضراب ديك داز رئيس الحكومه هذا اللي التزم، عندما يلتزم رئيس الحكومه امام الشعب في الناس في مساله عموميه وكيقول على انه الحكومه مستعده لمناقشه جميع البنود ديال الاتفاق، ما تقوليش كاين استخفاف، ان كاين في بلاصه تعامل مع هاد الحركات الاحتجاجيه اللي عرف وعرفنا كاملين على انه ماشي غير هكاك، ماشي غير المعلمين والاساتذه نادو خرجوا الزنقه لان ما شافوش واحد الشيء. هذيك اللجنه اللي تكلم عليها السيد رئيس الحكومه علاش ما خرجتش الحيز الوجود؟ علاش اللجنه؟ اللجنه اللي فيها وزير التربيه الوطنيه كل لجنه فيها ثلاث ناس، ومتفق معك انه خص وزير الميزانيه خص يكون علينا المرسوم يقدر يكون عنده حقاش، حتى الا ما نقولوا هذا المرسوم ديال النظام الاساسي راه ماشي بلاصه ديال الامكانيات الماديه، كاين مجالات اخرى اللي فيهم النقابات اللي غيناقشوا هذه المواضيع ديال الزياده في الاجور ديال ماشي بلاصتها في الواقع، ولكن حنا نقولوا في بلاصتها في اطار الحوار الاجتماعي. اذا ما كاين استخفاف هذا الموضوع، هنا ما كاين استخفاف، ان كاين تجاوب سريع مع المطالب الشغيله فيما يخص هذا الموضوع،
وقال مفتوح لجميع لأن ينظر بدون خطوط حمراء في جميع المسائل اللي كنا اللي يمكن تكون اللجنة ما تكون رئيس الحكومة سافر عنده هذه ممكن تكون في الساعة ما خصهاش ما خصها لا مرسوم لا ما دوز لا المجلس لا ماشي مرسوم خدامين دابا كاين يومين هذه كاين كاين اشتغال كبير جدا باش يجمعوا هاد الناس لان حتى الناس واحد العدد النقابات ولات كتخوف علاش لان الشارع كله مشى هذا مش مشكل اخر ديال النقابات غير يجيو غادي نناقشوا اذا هذا هو اللي خلينا نشوف السي بوانو هناك مشاورات الان باش يمكن اللجنه غدا ولا بغدا ان شاء الله تدير ونتمنوا ان النقابه تنخرط هذا العمل باش يمكن نحلوا هذا المشكل هذا المشكل جاوب السي بوانو على انه واخذ الموضوع بجديه وما كاين استخفاف وكاين اجتماعات متواليه ربما شي امور اللي كتتم في الكواليس حنا ما كنشوفوهاش لا دابا نعطيك ثلاثه الاضراب الاول كان في 5 اكتوبر المرسوم في 5 اكتوبر المرسوم خرج نهار السعود ورئيس الحكومة تلقى مع النقابات نهار 30 أكتوبر وأنا ما نحسب لا 5 ولا 9 نحسب غير 30 أكتوبر إلى الآن هذه ثلاثة الأسابيع ما قلتش معاهم ثم أنا مني كان ما معنى تجمع الأغلبية ويخرج واحد الوزير ويزيد في يزيد في يأجج الوضع شنو معناته كنحلوا المشكل رئيس الحكومة كيقول بالفعل أعترف بأنه خصو التجويد واحد كيقول له غنخليو ضربوكم كيفاش غنحلوا المشكل ما قالش نخليو ضربوكم قالش ما تصير شكون هذا شنو معناتها كدوي على الامين العام للحزب الاصلي والمعاصر ايه كنهضر على وهبي على وهبي كنهضر دابا حنا هذا مشكل ديالنا كاملين انا نقولها لك واخا انا في المعارضه لان وليداتنا وخوتنا واحبابنا اللي ما كيقراوش واللي هما متضررين كذلك احبابنا واصدقائنا الاساتذه رجال ونساء التعليم فاذا هاد 256000 شنو كننتظروا هذه اولى الاولويات باش هذا الملف هذا الاجتماع خصنا نحدو منه ثم انا باش نقول لك في المنهجيه كاين مشكل ما معنى مع التعليم العالي مشيتي رئيس الحكومه وزير الماليه وتصورتو والى غير ذلك ومع وفي الصحه نفس الامر ودابا في حيت هذا ديال التعليم ديال التربيه الوطنيه اللي فيه 256000 اكبر قطاع رئيس الحكومه كيجي من بعد يقول لك بان المرسوم بالفعل خصو التجويد هذا اعتراف هذا اللي كيدفع الاحتجاج كيقولوا حنا عندنا الحق رئيس الحكومه قالنا بان في اختلالات ونوقفوا على الاختلالات ديالو شنو اللي كيمنع السي باروكي الحكومه تقول ودي هذا اللي خلق هذا المشكل كل هذا المرسوم ها هو غنجمدوا ها هو ونبداو من الصفر لا هو كاين الان سنس علي التجويدي وفتح باب الحوار ورجعوا تقراوا شويه لا هو كاين الان هذه الدعوه هذه راه تعبير على حسن النيه بانه كاين هناك استعداد لدى الحكومه لمحاوله الحوار لان الذي يحاور ليس ضعيفا لان هذه دعوه الحوار المشاكل ما كتحلش فقط غير بالاضراب مثلا انما بما ان هناك كاين دعوه للحوار فيجب على لان هذه المساله كنتقاسموها كاملين وهذه المسؤوليه كنتحملوها جميعا حكومة برلمانا وأساتذة ونقابات وأسر إلى غير ذلك لأن هذا لا يمكن أن نتزايد عليه لأنه يتعلق واحد نقطة مهمة ترتيبها وغادي خصنا نناقشوا هو الحوار مع من؟ نعم كاين اللي كيقول بأن الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية الأربع كانوا 5 بعد سحبت وحدة بقوا غير 4 أنه ربما يعني من الأول كان إشكال لأن هذه النقابات التمثيلية ديالها لأن الآن اللي بين لأنه كاين عشرات تنسيقيات كاين واحد 3 أو 4 أساسية ولكن كاين عشرات تنسيقيات اللي كتأطر هذه المطالب نعم واش ما كاين واش حرام أنه مثلا جلسوا مع أعضاء من التنسيقية هو الحوار بدا مع النقابات في إطار مؤسساتي كاين مجموعة من النقاط اللي تطرحات النقابات كيشوفوا بان هناك مجموعه ديال النقاط اللي باقي ما تدرستش الحكومه راه مستعده بدورها باش انها تناقش هذه الامور وبالتالي كما احنا عندنا كحزب استقلال مبدأ النقد الذاتي فاحنا يعني دائما ان الانسان ممكن انه يرجع وهاد النقائص هادو اللي كاينين اللي كيتطرح بانه راه موجوده في هاد النظام الاساسي راه ممكن تناقشوا الحلول دائما ولكن نجلسوا لطاوله الحوار ويتناقش الجميع لان حتى الحكومه ممكن انها تعطي الاخذ من خلال هذا الاخذ والرد تعطي حتى هي مقترحات والاكراهات وهذا ويتم التفاهم لان ما يمكنش نرهنوا التعليم فقط لان ما بغيناش نجلسوا نتحاوروا السي شهيد وجهه نظرك مع من نجلسوا نتحاوروا لا قبل منها السؤال هو علاش حنا بعدا في هذا الوقت كاين الاضرابات بهذا الزهر خصنا نرجعوا شويه للتاريخ الشغيله التعليميه كلها راه صبره ودارت الثقه في ثلاثه ديال الحاجات في الوعود الانتخابيه اللي كانت واضحه وكانت وعدات بزاف ديال الحاجات ورفعت السقف
حنا واحد الحزب اللي كنا قلنا في فتره الانتخابيه الكاتب الاول ديال الحزب التعاون الشرقي قال الناس نوعدوا الناس باللي نقدروا نحققوا نطلعوا للحكومه. المساله الثانيه كاين البرنامج الحكومي وعند 2500 درهم ديال الزياده. ملي جات التشكيله الحكوميه الناس شافوا على راس الحكومه على راس الوزاره سي بن موسى اللي كان مكلف بالنموذج التنموي وفصل كبير كيتكلم على اصلاح التعليم واعطاء المكانه. فتحركات عند الناس واحد الانتظارات مهمه باننا غادي نجيو وكنتسناو. ثم كاين الحوار والنظام الاساسي وكل شيء الناس كتشتغل وكتنتظر كل المنظومه التعليميه كتسنى بزيادات 2000 درهم 2500 كيبغات تكون في لحظه معينه وبدا الموسم الدراسي يعني بشكل عادي. ثم بدا النظام الاساسي كيجي كيعطي واحد الصدمه ما كتصورش لكل هذه الفئات. هذا واحد. جوج هذا الوقت اللي تنتكلموا عليه هذه السنتين حصلت واحد الحاجه مهمه للغايه هو الارتفاع الصاروخي في الاسعار التضخم. هو الرجل التعليم اللي اغلبيتهم تيديروا لا نافيت اللي كان كيديرها ب 600 درهم و 700 درهم الان تيديرها ب 1500 درهم. القفه اللي كان تيديرها ب 1500 درهم الان تيديرها ب 2000 درهم و 2500 درهم. اللي كان كيساعد العائلات ديالو ب 1000 درهم اليوم تيساعدها ب 2000 درهم. ما عندوش السقف ديال اذا تدوبلت الحياه بواحد 100% والزيادات ما كايناش. نهار خرجت هذا النظام الاساسي وبهذه الطريقه دار ثلاثه الحاجات. ما كايناش زياده في الاجور. زدت لكم العقوبات وزدت لكم المهام. فشنو الخيال اللي عند الناس؟ المعركه اللي كانت بهذه الطريقه كلها معركه الكرامه اللي سموها الناس الحقره. انت غير حقر عليا زعما في استيباد العمليه. ثم القطاع ديال التعليم ماشي شي قطاع سهل. القطاع ديال كيشكل 70% من الوظيفه العموميه. القطاع ديال المعلمين بلا ما نديروش عليهم الكلام المعسول بزاف. راه وليداتنا كلهم ديال المغاربه كاينين عند رجال التعليم في المدارس. الجواب ديال هذه المساله هو نحسنوا اوضاعهم. يقول لك لا رجال التعليم باغيين الفلوس. هي باغيين الفلوس لان الى عنده القيمه اعطيه ما يعادلها ماليا رفع المستوى ديالو باش يولي طبقه متوسطه. ارفع لهم اعطيه حسن الوضعيه ديال الشروط ديال العمل ديالو اللي كاينين اللي كيخدموا في الفرعيات اللي كيخدموا في مؤسسات. فبالتالي اليوم السؤال علاش نرجع انا للاستخفاف واللي كنقول بان ما كاينش الاحساس بهذا النظام. الحكومة مشات لمهام أخرى ومشات لشعارات براقة ديال أننا غنديرو غنجيبو غنديرو أوراش فرص غيرها اللي كنت أغلبية برامج فارشة فاشلة. في حين القطاع ديال التعليم اللي كيشكل لك النهضة ديال المستقبل واللي فرغتي ليه واحد العدد ديال العبارات الكلام مزيان ولكن التكلفة اللي خصك تعطيه ما يمكنش تصلح التعليم إلا حطينا له تكلفة مالية حقيقية اللي توازن على رأسها الزياده في اجور التعليم هي الاولى. خلي السي تويزي جاوب غير هذه النقطه ديال انه كاين العدد اللي كيقولها ديال انه من الاسباب ربما اللي اجوا الوضع هو السقف ديال الانتظارات اللي عند نعم. جزء كبير نعم. هذا بسبب الوعود الانتخابيه ديال نعم. بعض الاحزاب وكذلك البرنامج الحكومي. البرنامج الحكومي بالضبط جاب هذه الجمله حي ذلك من البرنامج الحكومي. اشنو هو الهدف؟ تحسين دخل الاستاذ عند بدايه المسار ومواكبه التردد الاخير. الرفع التدريجي من الحد الادنى للاجره الصافيه الشهريه لتصل الى 7500 درهم بالنسبه لحملات الشهادات التأهيل التربوي من المراكز الجهويه للتربيه والتكوين. واضح البرنامج واقع في هذا الموضوع يعني واحد عنده تجربه 20 عام لا هذا هو لا 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 هذه الوعود هذا البرنامج هذا البرنامج الحكومي واضح دابا هذه لهاد الناس لهاد الفئه راه سنتين باش بدات الحكومه لا لا اسمعني الناس اللي غادي يتخرجوا من المراكز الان اللي كيتكونوا ما يمكنش يبدا الاستاذ الا ب 7500 درهم. الناس يتكلم لا نجيو لموضوع اخر الناس كيتكلموا على الزياده في الاجور. انا متفق معك هادشي ما فيه سياسه ما غنديروا السياسه على رجال التعليم. انت رجل تعليم انا رجل تعليم حنا كنعرفوا الاكراهات ديال رجال التعليم كنعرفوا فين وصلت حتى نظره المجتمع لرجل التعليم وهذه دارتهم سياسات ماشي ديال اليوم ماشي ديال الحكومه سياسات ديال واحد العدد كبير من الحكومات اللي فيها 16 و17 الاصلاح ما نجحش. هذه الحكومه كنقول لك انا بالرغم من هذا انها دارت هذا حاولت ما امكن تجيب نظام اساسي يستجيب جزء منه المطالب الشغيله ولكن جزء اخر فيما يخص الاجور لم يستجيب لهذه المسائل. متفق معك على انه خص يكون مجهود من الحكومه راه غادي كاين مجهود الحكومه كاين المجهود ديال الحكومه وراه كنتو في الجهات الماليه على انه غادي يكون في اطار الاصلاح ديال الضريبه على الدخل راه يمكن تكون زياده كامله على الاجور ديال الناس كاملين. انا متفق معك على ان لا يمكن انا كنقول وكما في الاغلبيه انا كنقول على ان ما يمكنش هاد رجال التعليم باش نزعمهم باش يمكن يخدموا باش يمكن يعطيونا داكشي اللي بغينا في المغرب ولكن دابا فيه 30 سنه جاي لك المشكل ديال هذا ماشي خاصك تقول للوزراء يقولوا للوزراء ديالكم في الحكومه ما يصوتوش على النظام قبلوش يقولوا رجعوا لا خدام الحكومه باش يمكن تجيب الامكانيات باش يمكن هاد الشريحه الكبيره اللي الحكومه
بغاتها تكون السند ديالها الاساسي في بناء مغرب مستقبل. هذا ولكن هذا الشيء السيد الوزير مزيان فيما يخص القضيه اللي قال السي عبد الله على الامين العام ديال لا في الامين العام ديال ديال ديالنا فيما يخص الموضوع انه يهدد الناس. لم يهدد اللي تهديد ديال الناس السي عبد الله وعلني كيجي السي بن كيران وكيكون الزلزال كيضرب بلاد كامله لا تصل كيضرب الزلزال وكيبيرتبط ترى الزلزال ماتوا فيه الزلزال راه ماتوا فيه ماتوا فيه معلمين التعليم رجع للجيران العام ديالهم وكيقول لك هذا راه عند الله راه هذا موضوع اخر هذا هو استخفاف هذا هو استخفاف وهذا هو التعليم اللي كنربطوا اللي كنربطوا اللي كان سمح لي عبد الله اللي كنربطوا الزلزال جزء كبير من الاحتجاجات فيها بزاف الامور اللي هي تقنيه ومشاريع ومطالب مشروعه وهذا ولكن فيها ثاني بزاف ديال السياسه وبالتالي خصها خروج وجواب سياسي. ربما يكون التقييم ديالنا المقاله هو السي وهبي يعني تقييم يختلف ولكن كاين خص واحد الجواب سياسي المطالب اللي بعضها سياسي. متفقين دابا متفقين ياك كاين سياسي ياك هذاك هو الجواب السياسي ربما بشكل سيء هذاك لا ماشي طيب واش هذاك الجواب السياسي لا خلينا اسدي احمد واش هذاك الجواب السياسي اسمحوا لي واش هذاك الجواب السياسي موضوع نختزلوا الموضوع ديال الاضرابات ديال التعليم في خروج اعلامي ديال وزير او وزيرين اسمح لي ماشي هذا هو الموضوع الموضوع ديال الموضوع خلي جواب السي تويزر اسمح لي الحكومه على انه هضر هذا الوزير هضر لي بغيت تهضر على السفيران نهضر على بن كيران نهضر لك شنو لا السي بن كيران ماشي هو موضوع السي بن كيران اسمعني مزيان السي احمد هذا مشكل كبير هذا مشكل ديال التعليم فوالا بقاو فيه 256 الف اتفق معك كلهم واقفه خطير على داكشي اللي كتقول الحكومه ولا بعض منها كيقولوا لا 35 نسبه ديال الاضراب ولا لا ما كاينش التدريس 100% اللي كاين مادام ما كاينش الدرس ما كاين والو ماشي شي اداري حضر وغنديروا حضر وراه شوف راه المشكل الحقيقي علاش حنا جبدنا الامين العام لانه هو الوحيد اللي كيخرج كيهضر مزيان حنا ما عندناش مشكل ما عندناش اعتراض على الخروج ديالو ولكن شنو كيبين كيبين بان هذه الحكومه يعني من نهار جات وهي في الازمات ملي جات الازمه من ازمه الى ازمه خلينا غير في التعليم السعودي طيب انا في التعليم في التعليم في حل التعليم في حل التعليم انا كنطرح سؤال ياك دابا كلشي كيعتبر بان هذا النظام الاساسي فيه سلبيات نعم غنوقفوا عليها وهو كيقول نعم وهذا رئيس الحكومه والوزراء والاغلبيه واللي اجتمعت وقالت هذا المرسوم ليس قرانا وفيه سلبيات وفين كانت النهار اللي صوتت عليه نهار 9 اكتوبر اين هي الكفاءه اللي كنتكلموا عليها ولا عندنا مشكل ديال التمثيليه حقيقيه اليوم عندنا مشكل ديال التمثيليه كنقولوا انتخابات وثمانيه شو تنبير الى غير ذلك واليوم النتيجه ديال التمثيليه هي كتبان لا تمثيليه في التعليم ها هما كيخرجوا الناس كاع متسيقين ها التمثيليه في الشارع الازمات ديال ارتفاع الاسعار اللي كانت حنا من ازمه لازمه ما كاينش شي قانون ماليه كيجي وحنا غادي نوصلوا لها غادي ما فيش اشكالات كيخرجوا الناس للشارع نرجع واش ملي كيخرجوا الناس للشارع اننا نواجههم بالعصا نقول لهم شوف راه حنا سنواجه هذا الشيء بكل قوه شنو هذا لا ترى ما كاين ما كاين شي وزير اللي يهدد المخرج ايوا هذا هو انا اللي بغيت نقول سي البلاد ديالنا الان المشاهدين الاف المشاهد اللي كيشوفونا الان تينتظروا وليداتهم يرجعوا للمدرسه فوالا هذا هام للغايه واخا باش غنبداوش الخطوه الاولى انا كنعتقد بموقف سياسي واضح طمأنة الى الناس لان انقاذ الموسم كيطلب المجهودات حنا في قريب واحد المجهود رقم واحد طمأنات الشغيله التعليميه بان المطالب ديالها اولا معترف بها وبانها على حق المطالب ديالها ومشروعها كما قلت لان بالنسبه لي انا مهم للغايه نسمعوا من الاخوان واش المطالب كلها بما فيه المطلب ديال الزياده الانيه ب 100% في الاجر المعاشات ماشي 100% راه المطلب كاين هذا المطلب كاين دابا اسمح لي لا اسمح لي كاين 100% شوف السي جامع في الرواتب والمعاشات وخفض الضرائب واسقاط ماشي تزويد اسقاط النظام الاساسي لا 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 سي جامع شوف اسمح لي نقول لك انا كنت سالتي قبل مع من غتحاور الحكومه شوف تاريخ المغرب فيه تنسيقيات دائما كثيره وهذه التنسيقيات كتنتهي من اللي كينتهي المطالب ديالها واللي كيبقى واغلب وجزء كبير من هذه التنسيقيات راه كيمشيو من بعد يغنيو النقابات
اليوم عندنا كاين واحد المسلسل قوي. اولا يرجع الثقه لوزاره التربيه الوطنيه لان كاين مشكل والنقابات تم السي غادي نرجع للنقابات. وزاره التربيه الوطنيه من مده هذه كانت فيها واحد الارتباك تاعي. حصل تغيير في الكتابه العامه، مشى كاتب عام قوي اللي عنده تاريخ في المؤسسه وجا كاتب عام جديد. اليوم كاين مدير جديد للموارد البشريه بلاتي كاتب عام بالنيابه، كاتب عام ما عنده حتى علاقه بوزاره التربيه الوطنيه. كان المفروض نهزو ناخذو في مباراه، تخلات المباراه وتجاب كاتب عام خارج الوزاره. اليوم على الاقل على الاقل جاب في مدير الموارد البشريه واحد من الرجالات القويه ديال هذه المرحله كلها يغادر السفينه في هذا الوقت. في بزاف ديال علامات استفهام. على الاقل اليوم تسندات العمليه المدير الاكاديمي ولد الدار اللي عرف واحد العدد المشاكل. لا ولكن لا تنسى شاهد اللي ملي هذا مدير الموارد البشريه السابق والوزير في ماراثون ومفاوضات وهذا وجهد شيء، وملي خرج وقع المشكل رجعوا النقابات اللي كانوا، رجعوا اللور، رجعوا الوزراء كاملين، رجعت الحكومه، بقى هذاك بن موسى هو ذوك الاطر اللي في الواجهه. انا غادي نقول لك هذه كنت كاع كتسول. لا هذه التي كنمشيو للحلقه، ولكن هنا كاين واحد المساله مهمه للغايه. ملي طرا الحوار في المرحله الاولى شنو كان في تاريخ المغرب؟ تاريخ المغرب نهار كيكون الحوار الاجتماعي ملي كنقربوا نعلنوا عليه تعلن عليه الحكومه كتعطي المضامين ديالو للنقابات. كيكون حفل كيمشي ولا النقابات اسمح لي كاين نقابات عندها قواعد عندها قواعد وتنطبق القواعد. شوف دوك توقع مع ما توقع. انا غير نقول لك غير اذا ما كاينش نقابات دابا سامحني ملي كنمشيو كتوجد النقابات الاطر ديالها والكوادر ديالها وتعطيهم المضامين وكتوجد وكتولي كتعبأ وكتولي مطالبه الدفع عليه. اللي حصل في النظام الاساسي اللي بقى تيبشر به وتيفسرو هو الموظفين ديال وزاره التربيه الوطنيه، وحتى هما ما قادينش لان ما عارفينش مضامينه. فاليوم ملي خرج وكاين حوارات ملي سوليتك انت اللي بشرتي به حتى هنا عندك عامين ديال الحوار مع النقابات. عامين ديال الحوار مع النقابات سمح لي عامين الذاكره شويه بلا سي باروك. الحوار الاجتماعي تجمد لسنوات 10 سنين على الاقل. جات الحكومه جات الحكومه من حكومه بالكيران الحوار الاجتماعي 2000 ودائما الحوار الاجتماعي راه عنده ثمن وعنده واحد منهجيات العمل وعنده اجال الى غير ذلك وعنده مراحل. بطبيعه الحال كنا كنعرفوا بان الحوارات الاجتماعيه في جميع المحطات راه كتكون مسلسل وكيكون فيه حوار وكيكون فيه تفاوض الى غير ذلك. وكذلك ان الذاكره ديالنا ضعيفه لان شحال من اضرابات واعتصامات كان في العهد السابق والفريق الاستقلالي كان مواصل كان دخل بوساطه بفضل الاعتصام ديال 44 يوم. يمكن ما احنا ما كنعقلوش على الامور الان فقط عاد كاينين الاضرابات وعاد التلامذه ما قراوش. احنا ما بغيناش هذا الشيء يوقع، احنا بغينا ولادنا يمشيو يقراو وما بغيناش الاساتذه لان نكون على يقين الاساتذه اللي دايرين الاضراب دابا الحرقه اللي عندهم راه ماشي ما بغاوش راه كيتحرقوا من الداخل بابتعادهم عن القسم. ما نقولوش الاساتذه راه ما بغاوش وراه شادين عطله وكي كيقولوا شي وحده راه كيمشيو. الاساتذه الان كيعيشوا من الداخل وحنا كنحسوا بهم لان انا راه كنت استاذ وانا ومن اسره التعليم وكنعرفوا كيفاش نردوا من الاقسام. تكلم السي شاهد على العنصر ديال الثقه. نعم شنو دابا اللي خصو يدير باش هاد كنبداو من هاد المساله لان حسن النيه اللي عبر عليها رئيس الحكومه موجهه للجميع نقابات واساتذه. ما بقاش علاش ما بقاش علاش ما بقاش يعطيني شي حاجه من الموسى اش ممكن يعطي رئيس الحكومه؟ اسمح لي عبد الرحيم ندرسها الدوليه ماشي يعطي رئيس الحكومه من الموسى. علاش ما يجمد النظام الاساسي الحكمه؟ شوف السي شهيد مرحبا نجلسوا وعلى الاقل اللي نتسنتوا لبعضياتنا لان الا ما فتحناش ودنينا ونجلسوا ونشوف مع من مازال كنقول مع من هنا هذه اللجنه اللي غتشكل هي اللي غادي تحدد المحاورين ديالها. وانا ذاك نجلسوا بعدا نجلسوا ونعبروا على الاستعداد ديالنا حتى حنا بان بغينا نجلسوا نحاوروا مع الحكومه. واش الحوار مع التنسيقيات واش طابوا؟ اسمح لي بما ان هناك رغم انه تم في مراحل سابقه. لا دابا راه قالها راه ليست قرانا منزلا النظام الاساسي ليس قرانا منزلا وتقال مرارا وتكرارا ويمكن مناقشته وتجويده. دابا الهدف هو اننا نجودوا هذا النظام الاساسي وهذه كنظن بان تمرين صحيح ومعقول. ما كايناش شي حاجه اللي كطيح من السماء واللي نهائيه اللي كيشتغل راه اللي كيشتغل كيغلط. انا بغيت نقول للاخوان لانه هذا الموضوع ديال الاضراب ديال الشغيله بكل صدق بكل صراحه
ما في لا معارضه لا اغلبيه. نخرجوا من الاطار ديال النقاش السياسي ولا السياسوي كما تسميوه. هذا اشكال بلادنا مزيان، اشكال ديال البلاد ديال المغرب، اشكال ديال واحد الشريحه كبيره 250 260 الف ديال وزيد واحد 6 مليون ديال التلاميذ. خلي لا غير دوك بعدا الاسر و 6 مليون ديال التلاميذ اللي دوك على برا. اذا حنا خصنا كما قلت اتفق معك شنو هما الحلول، شنو هما الحلول اللي يمكن تدار باش ما تقولش لا تفقد الثقه. اذا تفقد الثقه سي عبد الرحمن اش غايديروا؟ مزيان. لا قلت انت قلت انا لا 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 انا بغيت نقول لك، كنقول لك انا كنقول لك المحاور سي مع من تحاور سي احمد، هي نقول لك بلاتي انا اللي بغيت نقول لك مزيان تفقدات الثقه شنو هي؟ ما تفقدهاش. كندير قال لك بغيت تحاور ما لقى مع من. بلاتي انا نقول لك واحد الاشاره الا درتها ملي كتكون لاننا حنا في وضعت بلاتي وضع توتر، كان اللي كيزيد ليه التوتر يا اما تصريحات لا خليه اقتطاع، لا خليه اقتطاع تطور واخا اسمح لي ترجع تصلح. انا كنقول لك من اكتوبر هذه 15 ولا 20 يوم اقتطاع اليوم، اقتطاع اليوم نلقى عامره اقتطاع اليوم بلاتي بلاتي. واش الاقتطاع اليوم اللي كنصيفطوه في هذا الوقت كيوفر شروط الحوار؟ لا الاقتطاع شوف لا 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 وغير بلاتي كيصيفطو ما خصوش كاع يمشي، ما خصوش يمشي ماشي يعني هذا ماشي وقته. انا متفق معك. اذا الى ضفنا الى رئيس الحكومه لا خرج اليوم وقال قال كنجمدوا ياك هذا ما غيتفعلش الان، كنجمدوا النظام الاساسي الى حين صمتوا. لا صمتوا هذا الموضوع. لا سمح لي عبد الرحيم شوف هذا الموضوع ديال انه وقت ما دارت شي حاجه وكان اضراب ولا احتجاج فيما يخص موضوع معين ونجبدوه غادي ندخل في واحد النفاق. انا نقول لك انا نقول لك كيما جبد داك النهار ديال المحامي هضر ما باش نرجع للمحامي، مشى الموضوع ديالو ماشي ما عادش الوقت ديال هذا الشيء. الموضوع الان الموضوع الان ان عندنا ازمه في المنظومه ديال التربيه والتكوين، وعندنا ازمه الان فيما يخص هاد الناس اللي كنقولوا راه كنقولوا كي الحكومه كتقول وانت كتقول وانا كنقول معارضه الاغلبيه كتقول خصنا هاد الناس هادو كيفاش 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 لا راه خصنا نحلوا المشاكل ديالهم، خصنا نحلوا المشاكل. كتقول انت واحد انا الحكومه كتقولها وراه الاجراء اللي دارت هي شنو واش بغات؟ علاش جابت كاع هاد هاد النظام الاساسي؟ راه قلت لكم كانت حكومه فاشله راه تقول لك هذا النظام بيدي لي الصداع كاع ما نديرو. لا ملزم ما نديرو كي دار. لا ما غادي الاطار داز. لا لا ما خلي الاطار اتفق عليه خصك لا غادي مباشره ديالو واحد العداد واحد العداد شوف واحد العداد ديال واش راه كنتو راه سيرتو راه الاتحاد الشرقي سير هذا القطاع راه الاحزاب كلهم سيروا هذا القطاع. لا لا حنا ما سيرنا. لا بغيتكم شوفكم شوف هو ديال الحوار الاجتماعي في الحكومه كمل لك. حنا فهاد الموضوع ديال هاد الاضراب ديال الشغيله اللي كنا كنقولوا اضراب مشروع اللي حق ما كاينش شي واحد يقول لك اضراب راه حق دستوري مشروع، ولكن انا ديما كنقول وكنعاود الاضراب معنى الهدف ديالو هو اشنو؟ ايصال المعلومه وصلت لرئيس الحكومه ورئيس الحكومه خصها تكون فيها شي ثقه. ورئيس الحكومه قال لك انا منفتح منفتح باش نتذكر في جميع البنود اللي فيها خلاف داخل هذا النظام، هادو خدامين كيحاولوا ممكن يتصلوا بالنقابات مع مين؟ مرحبا زدي مع مين غيدك؟ ولكن شكون عيط للنقابات السي تويزي؟ شكون عيط لهم نهار الجديد؟ لا خدامين خدامين الان اسمح لي خدامين الان كيتصلت اليوم والبارح وغدا يمكن يوم غدا ولا 24 ساعه يمكن يكون هذا يمكن اذا السي بوالي وحسنيه كاينه طيب انا على الرساله كاين حسنيه كاين حسنيه جمله احتجاج كانوا الاضرابات الرساله وصلت لو كان الاضراب باقين الهدف من الاضرابات هو ايصال رسائل معينه ما خصناش نزيدوا العاليه عدم الرضا عدم الرضا زايده عدم الرضا سمحوا لي عدم الرضا على المجموعه ديال الرساله السي باروكي دابا الفيد نتسناو بان الوالو انت حس النيه هالنقاش مرحبا في الكواليس. انا بكل موضوع يوم مسؤوليه. رئيس حكومه قال بان هذا المرسوم فيه خصو يتصاوب ياك كيحتوي على عده سلبيات. اولا كيختلف على باقي النظم 39 اللي كاين عند الاداره، ما نهضرش على 76 اللي عند المؤسسات العموميه. ما كيحلش اشكاليه ديال التعاقد جذريا، كيخالف الدستور لانه هذا مرسوم وكيدير التطبيق باثار رجعي باش يتابع 2023 او يناير 2023. اذا صح التعاقد مصطلح الموارد خطأ. لا مصطلح الحكومة حلت التعاقد السي عبد الله كان يوم مصطلح الموارد البشرية لا يليق بهذه الفئة. إضافة مهام جديدة كانت تطوعية. العقوبات كان جوج الأصناف ولات 14 أربعة الأصناف 16 عقوبة. ساعات العمل تقييم الأداء تعويضات استثناء المدرس دابا لا في الابتدائي ولا الإعدادي وخاصة الثانوي. فهذا الشيء اللي جابت كاع الحكومه فيما يتعلق بالتعويضات ما راعتش كاع النسبه ديال التضخم. عدم حل الاشكالات 12 اشكال اللي كان معروف
كان معروف سواء المقصيين خارج السلم، زلزال 10 ضحايا النظامين، الملحق والممول والمساعد والحامل والشوايد لا غير ذلك. تسقيف السين ما حلاتوش. ولكن خليني نقول لك دابا مادام كيتكلموا على الحكومات السابقه من يقول بنات لا ماذا هذه هذه اسمعني اسمعني من عباس الفاسي والحوار ديال ابريل 2011 كانت واحد الماء واحد النقطه دائما في الحوار وهي الدرجه الجديده. هذه الدرجه الجديده جات لهذه وقصت واحد الفئه كبيره فهاد الدرجه هاد الدرجه الجديده لان ملي كنقول الدرجه الجديده كنقولوا معاها طيب كاينه اليوم كاينه اليوم الثقه كاين الحكومه رئيس حكومه كيقول لك هادشي وبغى الثقه مزيان. هاد الحكومه عندها واحد الممارسه سابقه مزيانه هي كتعتقد بانها مزيانه كتسحبات القوانين بل عدلت جوج المراسيم كديروا كتسحبوا وكتعاودوا ما المانع ندير جوج ديال واحد من هاد الثلاثه سيتم تجديد جمدوا استاذ اسمعني خلي دابا حنا انا كنهضر يا اما تجمدوا هذا حد الادنى تسحبوا راه عندها ممارسه كديرها تجودوا وتقترح على الناس هذا الشيء سحب القوانين تلقى 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 المقترحات هي ما دارت قال لك سحبنا قوانين هي ما دارت حتى شي حاجه ثم مادام كتكلموا على الثقه لماذا التهديد بالاقتطاع مادام ان رئيس الحكومه مادام ان رئيس الحكومه قال بانه ناقص فاذا ولا الاضراب مشروع علاش كنهدوا عباد الله الان بالاقتطاع لا هو السي بوانو كاين اللي كيقول لك لذلك اليوم 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 مادام ذكرتي تفك في الاعتصام 44 السي بوانو سمح لي 44 يوم لا لا غير في هذه النقطه ديال 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 الاقتطاع انا كنشهد بالسي ادريس الازمي هذه الايامات صرح بما يلي ما عرفتش واش انت تتفق معاه ولا لا قال بانه الاضراب حق مشروع ولكن الاقتطاع قانون وهذاك شكون اللي دار الحكومه راه لا ديال العداله قبل نكمل لا لا اسمع لي الوسط ادريس الزميل ادريس الحكومه ديال العداله وتكلم كريم الله راه الحكومه ديال العداله والتنميه ديال الاقتطاع اسي احمد شكون دار هذا الاقتطاع اسمع مزيان شكون ديال مبدا الاجره مقابل العمل اسمع مزيان شكون دار الاقتطاع هذا قرار ديال 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 منظمه العمل ياك الدوليه ياك منين كنتكلموا على المرسوم ها هو في البناء ديالو علاش ما جاش القانون 12/81 85 واللي خرج المرسوم ديالو ديال الاقتطاع ديال 2000 اللي هو طبقوا السي عبد الإله بن كيران واللي طبقاته حتى هذه الحكومه في قطاعات اخرى طبقاته ماشي بن كيران اللي دار القانون القانون كاين من 85 والمرسوم خرج في 2000 واللي كيطبقوا اليوم طبقاته الحكومه السابقه بكيران بعد ما طبقاته هذه الحكومه دونك ما كاينش اشكال لا ما كنقولوا لا اليوم سياسيا راه كنهضر معك سياسيا الاقتطاع لن يحل المشكل كيخص الحكومه كيخصكم يكون عندها الوضوح يعني ما دامت اعترفت من البوادر الحسنيه ما دامت اعترفت بخطئها اليوم الاقتطاع غير مبرر هادشي نظري واتصنت عبد الله هادشي ديال الاقتطاع يمكن يكون في اطار هادشي كتقول في اطار وضوح الاجتماع اللي غيديروا في مفاوضات الحوار اللي غيديروا يقدر يجي هذا الاقتطاع يجي واحد العدد ديال المسائل ولكن الحكم ماشي غير نقولوا ويخرج لا لا ما خرجوا راه ماشي حوار واش حوار غتبدو في 24 ساعه راه الناس خدامه باش تصنت ليا واسمح ليا الناس الحكومه خدامه الان باش يمكن يتجمعوا النقابات يتذكروا معاهم وقلنا جميع قال لك رئيس الحكومه حتى الاقتطاع يقدر يدخل في الاجنده هو قبل النقاش قبل النقاش كلشي قبل النقاش ولكن تقول على هادشي اللي بغيت شنو المشكل دابا لا لا عندنا مشكل عندنا مشكل لا مشكل اللي عندنا سي احمد 30 اكتوبر سي احمد المشكل اللي عندنا هو ان الدراري ما تيقراوش دابا لا شوف هذه الصيغه اللي كتقترح واللي كتقترح الحكومه علاش كنقولوا دار مبادره اللي ترجع الاساتذه للقسم دار مبادره مطمئنه لان هذه المبادره اللي اسمح لي ملي كنقول علاش كنقولوا لان تجميد علاش اعتبرنا حنا بني نسبة سياسيين قلنا تجميد ما وصلنا للسعب غير باش هذه الفئه تطمئنها بان هذا الشيء اللي قلتي بغيت دير عليه الحوار جبد راه ما متبقى السي عبد الرحيم خرج عليه خرج عبد الرحيم خرج الرجال يا ودي الفئه سيستفيدوا منها لا 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 سمحتي لي السيد وزير التربيه الوطنيه بدا تيفعلوا خرج ديجا قرار واش ما فيه واش عبد الرحيم هذا القرار ما فيه حتى حاجه مزيانه
في بزاف مزيان ايوا ايوا نديروا داكشي مزيان علاش جمدنا نديروا داكشي مزيان داكشي اللي خايب نصحوه في اطار الحوار داكشي اللي مزيان هو اللي خرج الناس للشارع داكشي اللي خايب هو اللي خرج واخا سي شاجيس هو هذا كيقول واخا وفي انتظار خليك نسيبك في انتظار باش يرجعوا ان شاء الله التلاميذ والتلميذات للفصول وهذا الشيء كيتمناه الجميع ولكن خصو يعني خصو في القريب العاجل هذا موضوع اجتماعي كاين كذلك بغيت نسولكم سؤال موحد المشروع القانوني المقبل اللي كيتناقش الان امام البرلمان كلكم كتناقشوه بعد الغرفه الاولى الان راه في الغرفه الثانيه في مجلس المستشارين الحكومه كتقول سي بوانو بانه البعد الاجتماعي حاضر عندها وشعار الدوله الاجتماعيه رفعه وماشي فقط كتقول شعار بل هو يعني كامور يعني ملموسه واش انت شفتيها في هذا المشروع اللي ناقشتوه طيب باقتضاب انا بالنسبه الي بعدا بالنسبه للحل كاين التجميد كاين السحب ولكن حنا راه في البرلمان دايرين واحد المبادره نتمنى ان الحكومه والرئيس الحكومي يتفاعل معها ايجابيا واللي كتهم اغلبيه والمعارضه اي مبادره في هذا الاتجاه مزيان نعم فيما يتعلق بمشروع قانون الماليه 2024 انا لا انفي عنه الجوانب اللي هي اجتماعيه ما انفيهاش لا في الصحه لا في التعليم لا في الزيادات لا في هذا لكن خليني نتكلم مادام كنتكلموا على الدوله الاجتماعيه الدولة الاجتماعية هي دولة الحق والقانون والديمقراطية واللي طبعا عندها منهجية تعددية وتشاركية إلى غير ذلك دابا الآن جيب لي أي عنوان الدعم المباشر مرحبا راه بدا في 2014 و2015 ومع الإصلاح ديال الإصلاح المقاصة اللي بدا مزيان لكن خليني نقول بأنه راه كاين إشكال عندنا اليوم هاد الحقوق المكتسبة اللي عند الأرامل اللي عند المطلقات اللي عند الطلبة من حد ديال الطلبة اللي عند التيسير خصنا نحافظوا عليهم ثم انه كنعتمدوا على السجل الاجتماعي الموحد فيه اشكال لان اعتمدناه القديم اعتمدنا 2014 واعتمدنا على واحد النموذج هندي اللي فيه الاقساق هاد 9.236 اللي كنعتمدوها فيها اشكال خصها تعالج الدعم المباشر مرحبا لكن الحقوق والمكتسب اصلاح المقاصه اللي هو في الدعم المباشر كذلك خصو يكون فيه الوضوح ماشي 100 درهم 100 درهم كل 2024 2025 لا شنو غدير في السكر شنو غدير في الطحين واش غتبدا بهم ولا غدوز بالغاز خص الوضوع في هذا الشيء فيما يتعلق بالسكن مزيان انا كنقول لك القانون الماليه خلي فيه جوانب ايجابيه بالنسبه للطبقات الفقيره والهشه اللي عندهم دعم مباشر وكاين الناس اللي كبار تبارك الله عليهم ودرنا لهم اجراءات ضريبيه وتهلينا فيهم بقات الطبقه الوسطى بما فيها هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه الطبقه الوسطى للاسف الشديد باستثناء السكن اللي فيه اشكاليات حتى هو تتعلق بالسكن برسم ديال يعني بشهاده ديال السكن اللي خصها تكون 2023 كاينه من غير هذا الشيء الطبقه الوسطى ضربات في القانون الماليه زيادات كثيره عليها في الطيفيه غير معقول السكن اللي كان عند الوداديه يعني ولينا كنزيدوا فيه ولينا كنحدوا منه فاذا ملي كنشوفوا الطبقه المتوسطه تليفون وكنشوفوا الالات كاع الالكترونيه اللي كاين اللي كتشتغل بها يعني الرجل او المراه في المنزل او عند الطبقه اللي كتشتغل اللي هي منظمه او غير منظمه كلها تزادت فيها هذا كنقولوا غير هذا لا يتطابق مع الدوله الاجتماعيه ولا يتطابق ثم عندنا مشكل حقيقي فيما يتعلق بالتشغيل ارتفاع البطاله دابا 13.5 فقدنا 297 الف منصب غير هذه السنه العام فات 24 الف وهذا العام 297 اليوم عدد البطاله شحال سي جامع 1.6 المليون ديال المغاربه اللي هما في العطاله وفي نسبة البطاله نسبه كبيره سي عبد الله في العالم القروي بسبب سنتين الجفاف فيما يتعلق نقطه اخيره فيما يتعلق بالتضخم تضخم مشكل حقيقي ارتفاع الاسعار انت قلتيها وعلى البرنامج كنا كنسمعوا له قبيله البطاطا اليوم ما كاينش 10 درهم ما كاينش 10 درهم اللحم عينا نديروا في الاجراءات ما كاينش فاذا الاجراءات اللي دارت الحكومه لا 10 المليار الاولى ولا 10 المليار الثانيه ولا هذا الشيء اللي كاين في قانون الماليه لا يعالج ارتفاع الاسعار للاسف الشديد هذا الشيء اللي قال السي عبد الله بوانو حاضر كاين ولا ما كاينش الطبقه الوسطى الفقار اولا قانون الماليه ديال 2024 هو لبنة أولى لإرساء ركائز الدولة الاجتماعية بهذه البرامج المتعددة اللي جت بها قانون المالية واللي من بيناتهم الدعم الاجتماعي المباشر وكذلك مجموعة من 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 البرامج الأخرى عودة أحيانا لأن حضرنا المناقشة ديال قانون الميزانية واللي ديال القانون المالية واللي كان فيه واحد النقاش يعني بواحد
كم مسؤوليه لاخوان اغلبيه ومعارضه داز في واحد النقاش بنا الى غير ذلك. حنا كنهضروا على الضريبه على الادويه، الضريبه على القيمه المضافه بالنسبه للادويه والمكونات ديالها، بالنسبه للادوات المدرسيه، بالنسبه للمجموعه مجموعه ديال الماء اللي ولات دابا هاد السنه معفيه من الضريبه، كذلك كانت غتزاد ما بقاتش من بعد واحد النقاش اللي كان بناء ومستفيد داخل لجنه الماليه، واللي تم تعديل مجموعه ديال الفقرات فيها. يعني ما البرامج الاخرى، لان فاش كنهضروا على الدعم المباشر، مجموعه ديال 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 البرامج اللي كان تم تجميعها فقط منهجيا من داخل حيث التدبير ديالها، انها ولات في اطار واحد، ولينا كنعطيو الدعم المباشر للطبقات المستحقه لهذا الدعم. بناء العتبه ديال السجل الاجتماعي الموحد ما فيهاش واحد النوع ديال التعسف؟ اظن ان هذا الامر، انا على الاقل الاصداء الاولى اللي وصلتني من بعد، اظن ان اي برنامج راه غتكون فيه اختلالات في البدايه، وغيكون في بيت في السطح وشارك الواليد مع الجيران، أكيد انه سيتم الوقوف على هذه الاختلالات، لان اي برنامج في البدايه ديالو راه كيكونوا فيه مجموعه، لان كيوصلونا حتى حنا راه كان في اتصال مباشر مع الساكنه، وكيتشكاو كاين مجموعه ديال الناس اللي كيقولوا راه انا عندي يعني كاين مجموعه ديال الاخطاء، ولكن هاد الامور هذه راه ما عاد نفيد هذا البرنامج هذا، غادي يتم وضع مجموعه ديال المعايير بناء على هاد الشكايات، لان كاين راه تفتح باب ديال الشكايات بالنسبه للناس اللي عندهم هاد يعني هذا برنامج ويلا غيبدا، وملي غيبدا راه غيبانوا العيوب ديالو، غيتم تصحيحها، يعني ماشي غيتم التجويد، غيتم تجويد البرنامج كذلك. نعم سي تويزي، كما نقول انا نتفق مع السي عبد الله بعدا على الاخر، قال السي عبد الله بان هذا قال لك لا في جرب ايجابيه واجتماعيه في هذا القناه الماليه 2024، اتفق معه. مسؤوليه مزيان، لان في الواقع انا كنقول وانا مارست انا واحد العدد ديال مشاريع القوى الماليه في طول حياتي في النيابيه، هذا المشروع ديال 2024 هذا مشروع قانون ذو طابع اجتماعي محض، جاب اجراءات واقعيه فيما يخص الموضوع ديال هاد المطلقات وهاد الأراميل وهاد هادو راه برامج، راه كان خطاب جهة الملك في هاد الموضوع فيما يخص تشتت البرامج. لا كيشتت لا تشتت، كنهضر على المكتسبات المحافظة على المكتسبات. شنو هو التشتت؟ تشتت البرامج كثيرة ولكن لا تفي بالغرض، وبالتالي كانت الإرادة دروك لا الحكومة لا ديالنا كمجموعة خصكم تتفقوا على هذا الشيء باش نديروا واحد الدعم مباشر. كتعرفوا انت كنعرف وكتعرف على ان داك الدعم اللي كيمشي للغاز 20% كتمشي للفقراء و 80% كيدوا الاغنياء، نفس الشيء في السكر، نفس الشيء في الدقيق، نفس الشيء في جميع المسائل، وبالتالي هذه الحكومه عندها الجراه، انا كنقول لك الجراه باش يمكن تجيب هذه المنظومه ديال الدعم المباشر الاجتماعي اللي كان، راه انا ما كنقولوش راه كان راه كاين تراكم، حنا كنقولوش ما كانش تراكم، ولكن الان تنفيذ هذا كتنفذ الامور ديال هذا الدعم الاجتماعي، نتفق فيما يخص هذه اللائحه ديال داك السجل الاجتماعي الموحد، هذا راه هذا عمل مضني، هذا عمل كبير مندخلوه ملايين، اولا كاين داك السجل الوطني الكبير اللي غادي يكون فيه كاع المغاربه مع واحد النمره ديالهم، عاد هذا السجل هذا واحد الثوره اجتماعيه في بلادنا، وهذه الثوره الاجتماعيه في بلادنا راه ما يمكنش تجي تحطها وتحطم فيها الكمال، لابد. إذن ديجا انا شفت غير البارح حنا في التلفزيون راه حل واحد الوزاره الداخليه حلت واحد ان سيت على هذا الشيء ديال الناس اللي حاسين براسهم عندنا مظلومين، هذا واحد النوع ديال السينما. إذن حنا هذا الموضوع ديال الدعم المباشر اساسي فيما يخص هذا الموضوع، زياده على الدعم السكن، سمح لي كان دائم واش معمره كان دعم السكن؟ كان دعم السكن كمشاريع كثار، كان 200 سكن، كاين مدن بدون صفيح، كاين سكن ذو تكلفه صغيره ديك 140000 درهم، ولكن هادو داو واحد المسائل فيهم انتوما في وزاره الماليه ديما في اللجان كنقولوا هاد الدعم اللي كنعطيو الشركات فيما يخص الضرائب هاد باش نشجعهم ما نحيدوا هذا الشيء. خليك السي تويزي. كنعطيو للمواطن دروك السي اسمح لي، للمواطن دروك سواء كان متوسط كنعطيوه 7 الملايين، الفقير كتعطيه الدوله 10 الملايين. غادي نرجع لهذا ديال السكن، غادي نخلص الموضوع. سي سعيد، انا اللي نبغي كاين الجراه، كاين الثوريه كاع ثوري. انا دابا ناثروا هذا الشيء عامه ما بين شنو تيتقال في البرلمان والقضايا اللي كنصادقوا عليها وما بين تاثيرها في الواقع. نعم، لان ملي كنتكلموا على الدوله الاجتماعيه، الدوله الاجتماعيه هي اللي كتمشي بين الرفاهيه ديال المواطنين والمواطنات. احنا الان سنتين
بقدر ما كاينه واحد العدد البرامج اللي كنتكلموا عليها وقوانين اللي تسميها متقدمه، بقدر ما ان انعكاس ديالها تضخم راه كياكل كل شيء. ولهذا ملي نتكلموا على الطبقات المتوسطه، ملي تنتكلموا اليوم على اقصى تعويض غادي يكون في الدعم المباشر 1000 درهم ممتاز، بين 500 درهم و1000 درهم اللي غادي يخرج لنا واحد الشريحه ما عندهاش كنصعدوها، ولكن بالمقابل معها انا احنا جايين بعمليات اخرى، كنقول البوطه بغيت مزال نزيد فيها 10 درهم 10 درهم 10 درهم 10 درهم لا لا 10 3 مرات غير حتى تسالي الحكومه، اما الحكومه طلقتها اليوم لان ملي شوف ملي طلقتيها اسمح لي غير اسمح لي راك طلقناها اقل ما خدتش اسمع الجوليه اليوم هذا المواطن هذا المواطن الله يجزيه بخير هذا دليل على ان غادي معاه هذا المواطن سيبوني 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 اسمح لي هذا المواطن اليوم انت طلقتي هذه الزياده في الاسعار اللي كاينه في الوقود في البترول في كل اللي ما نزلتش اللي بقات اللي وصلت 15 درهم وبقات فيها انعكاسها على كل انتقال البضائع واللي عطاتنا الانعكاس اليوم على المواد في العدس اليوم واللوبيا اللي هي مواد شعبيه راه كدي وصلت 40 درهم 50 درهم راه اذا ملي كتقول اليوم الطبقه المتوسطه ما زدتيهاش هذا السيد اللي كيقبض الحد الادنى للاجر وكنحيدوا له من الضريبه على القيمه المضافه حنا الحد الادنى للاجر وتتقطع منه الضريبه الطبقه المتوسطه ما مستفده اليوم حتى شي حاجه باستثناء هذا السكن ديال 70 700 الف بوحده والاخطر فيه بقى في المدن نوعا ما موجه لا 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 اسمح لي ما كاينش هذا نقاش لا 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 هو أنا ممكن نستمح لي راه حيت لا 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 خاص تكون عندك البرميت ديال تكون شركات البنات الا غتشري فطاطا سيكون حاطط واحد اللي غيشري فطاطا ولا في زاكوره ولا في زاكوره يدير دويرتو ما غيكونش عندك الامكانيه لا خصو يمشي يشري سيكون جديد سيكون جديد اللي غنقول انا اللي بغيت نقول على قانون الماليه نقدر نتحدث بان اهم شيء انا نسجله في هذه السنه هو النقاش الجاد والموضوعي اللي وصل ان ليالي بيضاء دارت هذا النقاش وواحد نقاش جدي ومتقدم مع السيد الوزير المكلف بالميزانيه اللي جعل ان حتى الاستشراف لبعض المشاكل لقاو لها حلول ولكن ايضا نسجلوا بان الخطوط عند الحكومه في التفاعل مع التعديلات قدم الفريق الاشتراكي 160 تعديل وقدموا فروق المعارضه اجمالا قرابه 380 تعديل ما تجاوزتش التفاعل ديال الحكومه مع 20 تعديل هادشي ماشي جديد واقيلا ماشي جديد اذا حنا انا ملي متبع الحياه السياسيه في المغرب وغادي نعطيك النماذج ملي كنقولوا نخفضوا راه المواد دول اللي قريبه منا في الشمال ديالنا كل المواد الاساسيه تتعفى من الضريبه على القيمه المضافه ملي كنقولوا نقصوا وباش غتمول حتى هاد البرامج الاجتماعيه واخا غير المواد الاساسيه حنا ما قلناش على كل شيء لا كاينه مواد اساسيه لا لا ملي كنقول الحليب ديال الاطفال الصغار حيدوا له الضريبه راه الاطفال هادو الصغار ملي كنقولوا بان اليوم كانت لا ما نزلتش لا 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 لا, لا, لا كانت غطلع كان الحليب كان طلع المواد ما تزادش المواد لا اسمح لي اسمح لي اليوم شوف المواد شوف هاد المواد اللي تزاد فيها اليوم ديال التليفونات ديال المواد الكهربائيه ديال مولينيكس والشاشوار و كلها تزاد فيها الضريبه علاش شكون كيستعملها راه كتستعملها الطبقه المتوسطه والطبقه الشعبيه ملي غتزيد ليها كان الرد ديال الحكومه هذه مواد ما كتشراش بزاف ولكن راك لا شنو راك تخسر خطره في عام كيشري الحلاق خطره في عام الحلاق تيشري كل مره 15 ماشي 20 يوم ما بقاش كنهضر في الدقيق اللي عند غينزل كنهضر في الدقيق غينزل واش الدقيق المزعج الله يحفظك راه قالك سي تويزي الدقيق غينزل سي غينزل سي تويزي واش سي غينزل تفايت مرير سي جاب عبد الطاطا الدقيق غينزل واش الدقيق المزعم كاين عند الناس الدقيق المزعم 2 مليار ديال لا انت متفق على طريقه الدعم في دقيق راه ما كاينش اصلا غير تجود الطريقه لا واش كاين لا ما كاينش الطريق المدعم ما يمكنش ما يكونش كاين اللي كتمشي المناطق فينا هو دابا فينا هو راه كاين اللي كيتعجن حنا في الدار البيضاء سير المناطق الواحات انا غنعطيك دابا منطقه اللي كتشري لكم 40 كتمشي لزاكوره اللي الواحات الان ما عندها حتى شي افق بالجفاف او بشي حاجه اخرى انا ما درتش البرامج ديال الجمل الفلاحي الناس انتوما بغيت لا انا نقول حنا بكل صدق راه ماشي نقولوا راه جا قانون 2024 خصو يحيد كلشي الضرائب كيقول لك نحيدو مثلا كيقول لك مثلا ملي طلع الضمان ديال البترول وداك الشيء الدوله دخلت بزاف الفلوس واخا بالتدريج نحيدو هاد المواد باش غادي تمول هاد المشاريع الاخرى يعني خصنا ندربو لا واسمح لي خصنا ندربو لا 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 كنعملنا باش هاد الحكومه لم ما جابت حتى شي حاجه مقتضى كيضرب المواطنين في هاد القانون الماليه صافي جابت اجراء ما كاينينش صافي دابا بونو دابا بونو غنبدا نرجع للتعليم دقيقه 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 دخل لك السيستم نرجع عند التعليم اجراء التعليم خصو التمويل ياك تمويل واش القطاع الخاص كل الشركات الكبرى شكون كيعطيها الاطر واش التعليم العام
تحمل مسؤوليتها في تمويل التعليم العمومي. كان النقاش واحد الوقت سوف تتعلى الحكومه غتحمل المشكل ديالها في تمويل التعليم. سي عبد الله بوانو، كيفاش التقييم ديالك انت التواصل ديال الحكومه؟ كاين اللي كيقول بان هي كتسوق المشاريع ديالها والبرامج ديالها وكتواصل مع المواطنين، كاين اللي كيقول اولي داك الشيء شويه في شويه المحدوديه وفي شويه ديال الضعف. سولك انت اللي كانت عندك هذا البرنامج، واش عمرو جا عندك شي وزير؟ كيجيو بعض المرات. ايوا على كل حال دابا بغاو يديروا المقارنه مع حكومه عبد الاله بالكيران، حكومه سعد الدين العثماني، شكون اللي كيحضر؟ ولكن خليني نقول لك بان التواصل مرتبط بالانجازات. دابا كاينه على المشاكل. مثلا هذا المشروع ديال السكن. إيوة. هذا اللي تكلم عليه دابا السي تويزي. هذا كاين ولا هذا طور. ولكن خاص لي انا خلي السي بوني يكرم. اللي قال السي عبد الله حكومه بكيران كتكلم بزاف، متفق معك. لا وانا ما باقي نكمل. خليه التواصل مع المواطن. خليه يكمل السي تويزي. التواصل مع المواطن حول الانجازات. هذه الحكومه لا تنجز، بالعكس عندها ازمات وتا هي محتاجه. الحكومه كتبيع الصدر، عندها ازمات ومرخصات خصها تواصل. غياب النقاش العمومي، غياب الحكومه عن النقاش. ثم خليني نكون بواضح، هذه الكفاءه اللي حنا كنقولوا جبناها في 8 شهور تنبير اين هي؟ خرجوها جيبوها، ماشي كنهضرش عليك السي احمد. السي احمد، السي احمد، حنا كنهضروا على التواصل. حنا كنهضروا على التواصل السي احمد. السي احمد الازمه هذه كفاءه. السي احمد خلي يكمل فيك هذاك السي بوانو. الكفاءه اللي كنتكلموا عليها وجات بها 8 شهور تنبير كيخصنا نشوفوها في النقاش العمومي. ما كاينش شي واحد اللي كيمكن يجي دابا غير انا اتحدى. جيبوا شي واحد يتكلم على المحروقات، جيبوا شي واحد يتكلم على غلاء الاسعار، جيبوا شي واحد يتكلم على الاشكالات اللي كيعيشها المواطن. ما ولا وزير كيخرج. أنا ما كنهضرش النواب البرلماني كتلقى فيهم. الحكومة لا تتواصل. خليه يجاوب. لأن الثقة، لأن كاين مشكل ديال التمثيلية. واضحة الفكرة. هذا النتاج ديال 8 شهور تنبير. خليه احنا كنشوفوه الآن. هضرتوا على التضخم. وقلتوا الإجراءات اللي دارت الحكومة ما دارت والو. إجراءات ديال التضخم، إجراءات الحكومة دارتهم لي اللي قال لك انت كتعرف هذا الشيء على انه ما يمكنش التضخم نحيدوه، ولكن الجماح ديالو يقدر ننزلوه. والحكومه الاجراءات اللي كنا دارت اللي نزلاتهم من 10 ل 5 ولا 4.7 يكون ما دارت دوك الاجراءات غادي يوصل التضخم في بلادنا 15 16. واش كتعرف الموجودات ياك العمله الصعبه شحال وصلنا؟ بالكيران دار فيها 7 شهور، كان هضروا التضخم. سعد الدين دار فيها 7 شهور 21. عرفتي شحال اليوم؟ الحكومه السي عبد الله اليوم السي عبد الله الحكومه لم تتلقى اي دعم. الحكومه كتاكل من الثقه وكتاكل من الوظيفه. الحكومات الاخرى تلقات 20 مليار احيانا 20 مليار ديال الدولار لقاو الحكومه الاخرين فيما يخص الخوصصه. كاين 3.5 مليار ديال الدولار تلقاو الحكومه من دعم الخليج. هذه الحكومه جات لقات كوفيد، الجفاف، الزلزال، لقات هادشي كله قدامها. لا وهادشي كله من هادشي كله استطاعت ان تفي بالوعود اللي قالتهم فيما يخص الصرح الحكومي ديالها وتتواصل الحكومه كديرها كامله. هاد القضيه ديال التواصل انا متفق معك، التواصل عندنا شويه ضعف. صافي انا صفقت، انا كنقولها سي بالكم قضية الامر. حنا كنديروا بزاف وما كنقولوش. الحكومه ديالكم ما كدير والو كتهضر. لا 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 بالعكس. سي بالك في هذه النقطه ديال التواصل. احيانا العمل هو اللي كيبلغ او لا كيتكلم على ما تعمله. هذاك المنطق ديالنا، حنا نعمل كثيرا ونتكلم قليلا. وهنا غير فقط فاش كنهضروا على ارتفاع الاسعار وعلى الازمه وهذا، ما ننساوش السياقات اللي فرزت هذه الامور هذه، لان كاين مجموعه الازمات متتاليه اللي فرضت. صندوق المقاصه كان غيوقف 2021، جات هذه الحكومه هذه قررت باش انها تضاعف. غيوقف؟ لا كان مقرر باش انه 2021 كيوقف. ايوا ما يمكنش. كانوا مجموعه من الامور ممكن غير ممكن يوقف. الدعم اللي غيتزاد في صندوق المقاصه من بعد 2021 كان مقرر باش انه يبقى ما يتزادش. جات الحكومه ضعفاته وصلت حتى 40 مليار. وعلاش؟ باش انها تستطع هاد البرامج كامله وهاد الاسعار اللي ارتفعت باش انها تغطي. واش كتقول؟ كتقول بانه كنا غنزيدوا على الناس في البوطه والسكر لا ما كانش غيتزاد. لان هاد الحكومه هل تم التواصل بشان هاد الشيء بشكل كافي في نظرك؟ سي جامع، انا كنظن بالنسبه للتواصل
مزيان الجمله اللي قالوا الاخوان ديال ان هذه الحكومه تتشتغل، وسبق رئيس الحكومه قال حنا كنخدموا مثلا بانه كاين مشاكل، ولكن العمل على اصل التجاوز. انا كنظن في الخروج الاخير احد زعماء الاغلبيه كيقرر باننا حنا ما عارفينش نتواصلوا، ما قادينش نتواصلوا، خصنا كاع نمشيو نتواصلوا في الخارج، لان الناس الناس هذا السي وهبي قال بزاف الامور كدار، ولكن ما كنعرفوش. ولكن شكون اللي غيدير التواصل؟ واش الوزراء؟ لان الحكومه خصها دير التواصل ديالها. الحكومه لا يخرجون الى الاعلام العمومي. عندك دابا اليوم قضيه دي اهم، اسمح لي اسمح لي، اهم اللي عاد كيخرج مضغوط. لا 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 هو وزير التربية الوطنية. أيه. او وزير سياسي اللي عنده الغيرة اللي محتضن لهذا البرنامج. كاين قطاعات اخرين متعددة ومتنوعة يجيو الناس السياسيين باش يناقشوا كيدفعوا على خياراتهم. الوزراء صامتون لا يتكلمون، لماذا؟ لان بسيط، لان ايضا منجزاتهم قليلة وغير موجودة. موجود. وبالتالي منجزات كبيرة جدا وكتعرفوها. لا اش بيخرج كتعرفوها. شكرا. كتعرفوها مزيان. لا 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 كتعرفوها. واش واش عقلتوا لا واش عقلتوا لا غير من السي تويزي. سي تويزي سي تويزي راه الا ما عرفتش نتواصل سي تويزي الا ما عرفتش نتواصل راه ما كاينش، راه المنجز غير شكراً. موجود. السي عبد الرحيم شهيد شكرا لك. السي احمد التويزي لا لا السي شهيد راه سينا الوقت اربع دقائق. شكرا جزيلا لك وشكرا للسي التويزي. السي عبد الله السي عبد العالي باروكي وكذلك السي عبد الله بوني شكرا لكم جميعا. شكرا للطاقم الذي سار على اعداد واخراج هذا اللقاء. الى اللقاء.